تبعنا بكثير من الاعتزاز والفخر والإحساس ب يعني بال ب ب ب بالسعادة الانتماء لهكذا وطن. تدشين، خبر ديال تدشين أكبر محطة ديال تحلية ماء البحر في إفريقيا، هو خبر رائع سيسجله التاريخ، وإشارة رمزية أن جلالة الملك كلف ولي العهد مولاي الحسن الله يحفظه لتدشين كشاب لتدشين هذه المعلمة، هذه التحفة اللي غادي تكون مفخرة لبلادنا، واللي غادي يعني تضمن للمياه ديال الشرب المحور ديال الدار البيضاء، وكذلك في مرحلة أخرى مياه ديال السقي المجال الفلاحي في مناطق المرتبطة يعني بالمحور ديال الدار البيضاء جديدة. فهذا إنجاز كبير، هذه ثورة حقيقية. هاد المحطة تأخرت، كان خصها تدار شحال هذه، ولكن كنقولوا بالدارجة ديالنا وقت ما جا الخير ينفع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.